Welcome everyone to this session. And I'm very happy to be here, first of all. Thank you for your أهلا بكم جميعا هنا. Some technical issues, which is very نعتذر عن التأخير لقد شاهدنا بعض المشاكل التقنية وهذا مثير للسخرية إذ أننا نتحدث اليوم عن الرقمنة. نحن سعداء بأن نكون هنا معا وأن نتشارك معكم عن أفضل الممارسات خاصة في هذا الموضوع الأساسي بالنسبة لمؤسسات الجاليات. إذن اسمي لاريسا وأنا أعمل في المقر الرئيسي لمنظمة الهجرة الدولية ويسعدني أن أكون هنا مع ثلاثة متحدثين مميزين. اليوم سوف نتحدث عن مختلف مسألات الرقمنة. كما تعرفون لقد أظهر لنا الكورونا أن عملنا بحاجة إلى رقمنا والرقمنا قد حولت وغيرت من التزام الجاليات لجهة الضفق وقوة الضفق ولكن علينا أن نكون متنبهين إلى التحديات التي نواجهها لجهة الخصوصية والقرائية الرقمية وغيرها من الأمور التي تحدث لجهة التزام الجاليات وإرسال الرسائل عبر الحدود وهذا التواصل. نحن نعرف أن الجاليات أساسية وبالتالي نحن نعمل مع مختلف الشركاء ونعمل على هذا العمل. يسعدني أن أقدم المتحدث الأول وهو متلقي هذه الجلسة. يسعدني أن أقدم السيد أو الدكتور سيد وهو من خدمة الحكومة الخارجية الهندية ويعمل منذ فترة طويلة للغاية في هذا المجال. يسعدني كثيرا أن تكون معنا اليوم وأود أن أرحب بكم جميعا في هذا الحديث المثير للاهتمام. دكتور سعيد الكلام لك تفضل. شكرا جزيلا سيدات والسادة. يسعدني أن أكون معكم اليوم لنتحدث عن هذه الجلسة وعن رقمنة العمل. وكما تدركون هناك 32 مليون شخصا في جالية وهم 13.4% من الهنود الذين يحملون الجواز الهندي إضافة إلى عدد أكبر بعد من الأشخاص من الأصول الهندية والذين يعملون لمساعدة أرضهم وبلدهم الأم. إن الجالية الهندية تعتبر أنها تعمل بشكل دائم وبإيجابية للتوصل إلى نتائج أفضل وهي منتشرة في كل المناطق من جنوب غرب آسيا وغيرها من المناطق وهي منتشرة بشكل واسع للغاية وقد شهدت تطور كبير في البيئة الهندية مع زيادة هائلة بعدد مستخدمي الإنترنت والتي يرشح أن تزداد في مدى السنوات الأربعة المقبلة. وبالتالي الهند حاليا هو ثاني في البلد في العالم لجهة الاتصال بالإنترنت والتكنولوجيا كما نعرف هي من نواحي الحياة الأساسية والهند كانت رائدة في استخدام التكنولوجيا وتوفير الخدمات وجعلها متاحة دوليا. وأحد الأمثلة الأفضل الذي يمكنني أن أعطيه مرتبط بما يرتبط بالوضع في الهند هو أن 1.3% ID numbers on the lines of the social security numbers in the USA. هم على هاي كارد وهم يرتبطون بالأرقام الوطنية لأهداف تحديد الضرائب وهذا لضمان تقديم الخدمات الملائمة
الهند هي من الدول الرائدة في استخدام التكنولوجيا. أكان ذلك في مرحلة ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة، وقد طورنا منصة للهجرة التي تعطي المهاجرين، ونحن نعمل أيضا على منصات شبيهة لمختلف نواحي الدولة ولتوفير مختلف القنوات. وبالآن معه أريد أن أشدد على أن البرامج التي نعتمدها هي مثل برنامج أسبي، وهو برنامج طموح للغاية ويهدف إلى التعامل مع كافة عمليات إصدار الجوازات في الهند واستخدام التطبيقات الجوالة. هي أداة إيجابية للحصول على جوازات السفر، ولكن إن الوزارات على عكس الوضع القائم، الهند سوف تنضم قريبا إلى البرامج الملائمة للICU وسوف تعطي جوازات السفر ذات المعايير الملائمة. ونحن نفكر حاليا أيضا بتحديث أنظمة العمل والحلول، وهذا مجددا مثال على طريقة استخدامنا للتكنولوجيا لتحديث الخدمات للمواطنين الهنود. ونحن نعمل أيضا على نظام الإدارة في برنامج ترجم اسمه إلى هيلب أو مساعدة باللغة الإنجليزية، وذلك لتقفي أثر المظالم بما تقدمه السفارات الهندية في مختلف أنحاء العالم. والفكرة من جديد هي تسريع طرق حل المظالم. ومنذ انطلاق هذا العمل لقد حلينا 70,000 مسألة لهنود مقيمين في الخارج، ونحن نعمل على زيادة قدرة الجالية بالالتزام والتفاعل وتقوية الصلة بين الدولة الأم والجاليات في الخارج. وهناك أيضا قاعدة التي تم العمل عليها لتوفير العمل بين المواطنين والحكومة، وباستخدام التكنولوجيا ومن خلالها يمكن لأي أحد أن يقوم بالتسجيل والنفاذ إلى رئيس الوزراء. وهذه المقترحات تدخل أيضا في السياسات المعتمدة، كما أننا عملنا على نظام أو بوابة بروفيسور ريشتا، وهي للحفاظ على قاعدة البيانات للجالية الهندية ولكي تتمكن الجالية من الاستفادة من كل المجالات وللعمل في مختلف نواحي العمل للجالية الهندية في الخارج. وفي الوقت عينه لدينا بوابات للطلاب الهنود الذين يدرسون في الدول الأخرى لتحديث قواعد البيانات ولسمح لهم بالعمل في هذه الدول. إضافة إلى ذلك لدينا مختلف الطرق الفاعلة التي تربط الجالية بالدولة، وهي تنطلق في عدد كبير منها ببرامج عبر الإنترنت، وهي برامج بسيطة للغاية وهي موجهة للشبان، وهي في مختلف مناطق الهند وتهدف إلى العمل وفقا للمبادرات الدولية والعمل مع تعين والوسط وبرامج الأبحاث وغيرها من البرامج التي تسمح بربط الأكاديميين
بالمؤسسات الأكاديمية بمنظمات أو مؤسسات التعليم العالي في الهند. هذه بعض البرامج حيث أشركنا الجالية وتحديداً الذين يبحثون عن وسائل للارتباط بدولتهم الأم، وكافة المواطنين يحصلون على بطاقات أوسيوي التي تساعد في هذه الأمور. ونحن ننظم يوماً للجالية الهندية، ونحن ننظم هذه الفعاليات بما يفسح بالمجال لتوفير شبكات ليس فقط ضمن أفراد الجالية وإنما أيضا بين مختلف الأفراد. ويكفي القول أن وزير الخارجية يستخدم منصات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وغيرها لمساعدة المهاجرين الذين يعانون المشاكل، وقد أصبحت وسيلة مهمة للعاملين ليستفيدوا من هذه الطريقة في التواصل. كما أن طرق التواصل الاجتماعي قد استخدمت بفعالية كبيرة خلال عملية الإخلاء الأكبر التي حدثت، وهي لمن لا يعرفها هي كانت أكبر عملية أو تمرين إخلاء، حيث تم استخدام التكنولوجيا بشكل كبير، والهدف منها كان أن نعمل على الاستفادة من التقنيات الحديثة ولتفادي أي حالات الاحتيال ولسماح للأشخاص أن يستفيدوا من مهاراتهم وتحسينها. إضافة إلى أننا نستخدم هذه التكنولوجيا ومختلف الأدوات التكنولوجيا التي يرحب بها أفراد الجالية، ولكننا نواجه أيضا التحديات أيضا عندما لا يكون النفاذ إلى التكنولوجيا متاحا على المستوى الدولي، ونحن نستفيد من الأدوات الأخرى. ولكن بشكل عام أنا أعتقد أن مجموعات الجالية استفادت من استخدام التكنولوجيا، ولديها مجموعات مهنية ومجموعات مرتبطة بالحدود الجغرافية وتستفيد من الوسائل المختلفة في أدوالهم لجهة الالتزام الاجتماعي، كما عمل عدد كبير من المجموعات على العمل في الهند، وقد اشتركنا وأشركنا الجالية الهندية أيضا لزيادة الدبلوماسية وتفعيل الدبلوماسية الهندية من خلال نشر طرق التعافي التقليدية واليوغا والعمل بطرق الإيجابية والبسيطة. ولتقوية هذه الجهود قام البعض أيضاً بإدخال التكنولوجيا الخاصة أو التقنيات الخاصة بهم من خلال البوابات. على سبيل المثال خلال الجائحة قامت بعض البعثات الدبلوماسية بما يسمى بالمواعيد الافتراضية، حيث عوضاً من الحضور إلى القنصلية أو إلى المكاتب يتم العمل بشكل افتراضي. وبالتالي كما ذكرت لقد اعتمدنا بحماس كبير التكنولوجيا الحديثة والجديدة ليس فقط للعمل مع الجالية وإنما أيضا لاستخدام هذه التقنيات لحل بعض المشاكل. وبالطبع هذه مرتبطة بنجاحنا في العالم التقني الذي يعتمد على مدى جدية النظر إلى التقنيات الناشئة وإلى طريقة العمل عليها والالتزام بها، وكيف تقوم أيضا الجاليات باعتمادها والاستفادة من هذه الوسائل التقنية.
وهنا أنا أشعر أن هذه الجلسة تحديثاً سوف تساعدنا لنتوصل إلى نتيجة حول هذا الموضوع غاية في الأهمية. وأنا أدعوكم جميعاً لمشاركة كل هذه المعلومات، وأنا متشوق لسماع تعليقاتكم. شكراً لك سيد سعيد لهذا العرض وهذه اللمحة العامة لما تقوم به الهند في كافة مجالات الخدمات والعمل مع الجالية بشكل رقمي. كل ما ذكرته ذات أهمية كبيرة، فأنت تتحدث عن مشاركة المعلومات وبناء القدرات، وقد أثرت اهتمامي تحديداً بكل الجهود التي تقوم بها بالاستماع مباشرة إلى طلبات الجالية، وهذا أمر رأيناه وهو فعلاً أساسي لتطوير السياسات والبرامج، إعادة دمج ردود الفعل من الجالية وما يحتاجونه. نقطة أساسية، أنا سررت باستماعي إلى كلماتك، وبالطبع علينا أن نتذكر أن الجاليات تختار طريقة المشاركة وإلى أي مدى تريد المشاركة والأدوات التي تريد استخدامها. وفي هذه البيئة لدينا طبعا القطاع الخاص وهو أساسي، وقد ذكرته في عرضك، وهو ذات أهمية كبيرة في باستخدام منظمات مثل فيسبوك والخدمات المتاحة. فهذه الطريقة الأفضل أيضاً لنعرف عن المتحدث الأساسي الذي انضمت إلينا اليوم من الولايات المتحدة، اسمها سمهر أراي، وهي من متى فيسبوك. سوف أعرف عنها بشكل سريع. سمهر هي مسؤولة عن سياسات متى في منطقة الأمينة، وهي أيضاً مؤسسة شبكة النساء الأفريقيات في الخارج، ونحن سعداء بوجودها معنا اليوم. أعطيك الكلام لتقدمي العرض الأساسي، تفضلي. شكرا لك لاريسا، يسعدني أن أكون معكم. صباح الخير لكم جميعا. اسمي سمهر أورايا، وأنا أعمل في متى الذي كان يعرف كفيسبوك في السابق. ونحن قبل أن أدخل في التفاصيل بالأمور التي طرحتها، أود أن أعرفكم عن خلفيتي أنا، وهنا السؤال: لماذا نركز على الجاليات؟ أنا عائلتي من إريتريا، ويسعدني أنني كنت في جلسة كانت بقيادة أختي من أم أخرى وعائلة أخرى، ولكن أختي من نفس الدولة المسنكاش، وقصتي شبيهة بقصص العديد منكم. عائلتي اضطرت إلى المغادرة خلال مرحلة من النزاع مع أثيوبيا، وأتت إلى الولايات المتحدة للحصول على تعليم كما يفعل عدد كبير من المهاجرين، وكانت نيتهم العودة إلى بلدهم الأم، ولكن مع زيادة حدث الحرب قرروا البقاء في الولايات المتحدة و الدراسة ومتابعة حياتهم. وأنا كنت أيضا في مرحلة من العمل الكبير على المناصرة ودور وأهمية الجاليات وتعزيز التنمية الاقتصادية. وفي هذا الإطار كأريترية أمريكية من الجيل الثاني، تبعت موضوع الجاليات والتنمية وحماية الجاليات إضافة إلى المجتمع المدني ككل في تطوير العمل. وخلال سنوات مع مراقبة النقاش والعمل من النتائج الأهم في الاتفاق العالمي، هو التركيز على الهدف 19 ومناقشة دور المهاجرين. وبالنسبة لمتى، نحن شركة من القطاع الخاص، ولكن نحن عالميين أيضا، ونحن مدركون تماما إلا أن أدواتنا وبرامجنا تساعد في العالم بأسره. وبالتالي أود أن أتشارك معكم ببعض الأفكار، وأود أن تنضموا إلي في هذا النقاش لتعرفوا ما هي الأدوات تكنولوجيا إشراكة الجاليات التي يمكن أن تكون مفيدة. أريد منكم أن تتذكروا وقت حصلتم على رسالة من أحد الأقارب، ربما كان
من خلال اتصال لإلقاء التحية أو رسالات تتمنى لكم عيد ميلاد سعيد أو اتصال عبر الفيديو، وحيث التقى الأقارب بعد سنوات أو كانت ربما مجموعة دردشة للأصدقاء كان من المدرسة أو من الحي، كلكم تعملون على إيجاد طريقة للتواصل من جديد. هذه الطرق نحن نعرف أنها تشرك الجاليات في عائلاتها ومجتمعاتها وشبكاتها الخاصة، ولكننا نعلم أيضا أنها تعمل بفعل مبادرات تركز على دعم الدولة الأم وللعمل لمتابعة الأسباب الاقتصادية أو المدنية لدعم الدول الأم، وهذه الأمور تحدث يوميا ولعدد كبير من الأشخاص نحن نعرف أن هذا يحدث على هواتفهم و حواسيبهم. وكما ذكرت لكم بعض الأمثلة، أعتقد أنكم عدتم بالذاكرة إلى بعض الرسائل التي جعلت يومكم أكثر متعة، إضافة إلى أنكم ربما حصلتم على هذه الرسائل عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنها وسائلنا في إنستغرام وفيسبوك وواتساب، أساسية للحفاظ على اتصال الجاليات والمجتمعات و رفع الصوت وزيادة الوعي حول المسائل التي يهتم لها المواطنون في دولتنا الأم. وبالتالي نحن نعمل في مختلف القطاعات على هذا العمل، ونحن نتواصل ونشارك رسالتنا كنظرة للحكومات وللوزراء والسفارات التي تنضم إلينا اليوم، في حين نحن نعمل على تقوية سياسات ومبادرات الجاليات. اسمحوا لي أن أتحدث قليلاً لأشرح لكم ما الذي نقصده بالجاليات الرقمية. هناك عدد كبير من الأسباب التي تحث الجاليات على مواصلة الاتصال، كانت من الجيل الأول التي ما زالت تتابع الأحداث في قراها الأم، أو الجيل الثاني التي تفتخر أيضاً بجذورها مثلي أنا، أو الأجيال الأخرى أو أشخاص آخرين ربما لا يشعرون بهذا التواصل وإنما يسعون للحصول عليه، وهم يحاولون الاتصال بجاليات لأنها تبيع لحياتهم، ونحن نعرف أن هذا ما يجمعنا اليوم جميعا. بالنسبة لمتى نحن ننظر أيضا إلى تقوية هذه الخبرة وطريقة نفسها في الإطار الرقمي، ونحن نعرف أن هذه الخبرة تتوسع لتشمل المكونين والمجتمعات غير الممثلة بما يكفي، أو النساء الذين يشهدون الآن المزيد من القوة والإمكانية لإسماع الصوت بطريقتهم. ولكن نحن نعرف أيضا أن هذا جديد بفعل تطور التواصل الاجتماعي خلال العمل، وهذا مثير للاهتمام أن نرى كيف يتم نقل هذا الحديث بالتوازي مع موضوع الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي. فعندما طلبت منكم أن تفكروا بهذه الأمثلة بالنسبة لي، الأفكار التي تبرز إلى ذهني هي الاتصال عبر واتساب أو رسالة مباشرة عبر فيسبوك ماسنجر أو قراءة الأخبار حول البلد الأم. وبالتالي علينا أن نفهم أن أدواتنا لها دور أساسي للحفاظ على هذا التواصل ولدفع الصوت وللعمل على مختلف الآليات، إضافة إلى فتح آليات وقنوات التواصل بين الأشخاص من مختلف الأماكن والجاليات. وإلى ما هنالك وحوالي
3 ملايين من المستخدمين، هذا شيء كبير جدا للمغتربين، وأيضا هذا مهم جدا، وخاصة في استخدام آلياتنا تسمى خبرة الاستخدام وشؤون المغتربين، وأيضا هم الذين يقومون بمتابعة كل الأمور السياسية والاجتماعية من خلال أدواتنا وآلياتنا، ومشاركتهم هي مهمة جدا، واستخدام الآليات هي تدعم وتتطور، وحتى نقوم بتحديد الفرص والطرق لتعزيز حماية خبرة المغتربين على منصاتنا، وأيضا تحديد طرق مختلفة أنه الأشخاص الغير مغتربين أيضا ممكن أن يشاركوا في منصاتنا، لكن سوف لا نتحدث عنها اليوم. وقبل أن أبدأ أود أنه أولا أقوم بتوضيح هذا الموضوع للمتى تجاه المغتربين. في متى لدينا طبعا أمور كثيرة جدا لتوضيح ومصطلحات عام 2013 من ناحية الأمور وشؤون المغتربين، وأيضا المغتربين الذين لهم تواصل وارتباط لدولتهم دولة المنشأ، وأيضا المجتمع المغتربين يقوم أيضا دائما باتصال وتواصل ببلدهم بلد المنشأ وعلاقاتهم بالأمور التقنية وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي. وثانيا من ناحية المغتربين خاصة الفريق التركي والعربي والشرق الأوسط وأفريقيا، هؤلاء خارج عن أنه هذه المناطق في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا، وهذه الدول التي أنا قمت بمتابعتها ببناء منصات لمساعدة جميع المغتربين وأيضا الذين يعيشون خارج بلادهم، والدور الذي يعيشونه هو أيضا يشكل نتائج سياسية وأيضا اجتماعية. ومن ناحية الحكومات أيضا هناك رغبة واسعة للمشاركة وتعميق العلاقات مع المغتربين وتعزيز العلاقات خاصة من ناحية الاقتصادية والازدهار الاجتماعي والاستمرار بالاستقرار. وأيضا قمنا بمعرفة أن الحكومة تشارك مع المغتربين ومساعدتهم في الخارج وخاصة في تركيا وأيضا شرق الأوسط وأفريقيا، ولكن أيضا مشاركة المغتربين الذي رأينا ذلك وتعلمنا من خلال منصاتنا، هو هناك اختلافات بين الواتساب والإنستغرام والفيسبوك. وأولا أنه هو يحرك، هناك أمور محركة وأسباب لهذه الآليات، لكنه أكثر شيء هو بناء المجتمع، والهدف لبناء هذا المجتمع يمثل هوياتهم ومجالات اهتماماتهم، وبناء المجتمع أيضا هو يذهب ما وراء هذه الأمور المهمة ومتوسع جدا. فمن أجل أنه المغتربون يتشاركون مع أهميتهم ببلد المنشأ وأيضا شبكات أعضاء العائلة والأسرة وأيضا الحياة المهنية والعمل، وأيضا ممكن أن يكونوا ذو معرفة تحت الحماية للمنظمات، وبناء أيضا غلق هذه الفجوة بين البلد المستضيف والدولة المنشأ لهم وإيجاد الحلول لهذه المشاكل. وثانيا أيضا هناك أمور أخرى ذات مستوى عالي لمشاركة المغتربين وإيجاد خاصة مشاركة للتأثير الاجتماعي، وهذه هي مظلة واسعة جدا بناحية الأمور المغتربين لإيجاد تأثير اجتماعي إيجابي خلال المنظمات التي تحدثت عنها، وفكرة المنظمات الغير ربحية، وفكرة شبكات المغتربين، وفكرة المغتربين ومبادراتهم، وأيضا رفع نسبة الوعي للقضايا التي أنا أتحدث عنها، وأيضا الاستمرار
الاستقرار بخاصة من ناحية التحدي لعدم مساواة المرأة وخاصة لبعض المجاميع واستخدام آلياتنا وأدواتنا الفيسبوك وصفحات الفيسبوك وأيضا تسمح للمنظمات للمناقشة مع أعضائهم وأيضا المشاركين وأيضا خاصة ليست فقط عن منصة الإنستغرام، هناك الإنستغرام للمباشر والنقاش المباشر والتواصل المباشر، وأيضا هذا ممكن أن يؤدي للتأثير الاجتماعي من ناحية استخدام هذه الآليات. وثانيا أو ثالثا حتى أنه التأثير الاجتماعي مهم جدا، ورأينا أن المستقربون يستخدمون أدواتنا من أجل إرسال أصواتهم و جعل الجميع يسمعهم في أنحاء العالم، وأيضا خاصة في مساحات المجتمعات والمنظمات من ناحية حقوق الإنسان وتوسيع احتياجاتهم، وأيضا يقومون بتسليط الضوء لقصص ومواضيع مختلفة جدا لمعرفة الدور المهم لحقوق الإنسان ولاعبو الذين يعملون في مجال حقوق الإنسان والأمور الأخرى والأفراد الذين يقومون بتشكيل هذه الإبداعات في هذه المنصة. وأيضا هناك أمثلة أخرى كما سمعناها خاصة في هذه الجلسات من ناحية أنه متابعة أنه جمع التبرعات والنشاطات الأخرى التي أنه مثلا شبكة المغتربين في الهند وخاصة المبادرات المغتربين اللي يعيشون في الولايات المتحدة الأمريكية أو الهند، هم الذين يستخدمون هذه المنصات وهذه الآليات والأدوات التي تساعدهم في أمور كثيرة جدا. كل هذه تتم عن طريق منصاتنا ومبادراتنا، وأيضا خاصة في المجتمع في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في بلد المنشأ. وبالطبع أنتم سمعتم نحن نتحدث عن الكثير عن أمور منظمات غير ربحية، وأيضا أنه الدياسبورا وشتات هي منظمات غير ربحية وتحاول أنه تساعد خاصة الأعمال التجارية الصغيرة والمغتربين، وخاصة هناك الكثير من الأمثلة التي لدينا. هناك أعمال تجارية صغيرة ومتوسطة في الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، هم الهدف الرئيسي منها أنه يقومون بإعطاء الخدمات للزبائن في تركيا وفي أماكن أخرى، والأعمال التجارية تشارك ببيع وشراء المنتجات والبضائع. لدينا أمثلة عن كيفية تعمل هذه الأعمال التجارية عن طريق الإنستغرام والفيسبوك والمنصات الإلكترونية الأخرى، وهناك أيضا تجاه الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهناك رواد أعمال يقومون بتزويد معلومات خاصة. وهنا أيضا أمثلة أخرى أخيرة، لأننا نستمر بأن ناحية مساعدة المغتربين وأيضا آلياتنا وأداتنا هي ملهمة جدا لاستخدام هذه الآليات وهذه المنصات، خاصة من ناحية التدريب على الأعمال التجارية والأعمال المختلفة والخبرات المختلفة. من أيضا هناك هيئات ومنظمات يقومون بتسهيل أمور كثيرة على الفيسبوك والإنستغرام والمنصات الإلكترونية الأخرى لمساعدة المغتربين في جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية. وأيضا هناك مبادرات كثيرة مختلفة، ورأينا كيفية أنه إعطاء هذه المعلومات وتحويل هذه المعلومات بين الهيئات والجهات للمغتربين، وأيضا خاصة الأشخاص من بلد المنشأ، وخاصة من أجل بناء القدرات والتنمية الاقتصادية ومساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة للوصول إلى الزبائن في جميع أنحاء العالم، وخاصة أيضا هناك الحصول على الإنترنت واستخدام الإنترنت وكيف يجدون الإنترنت، وأيضا كيف تكون هذه التواصلات تكون قوية جدا. نحن رأينا ذلك من قبل مغتربين الذين يعملون ويستخدمون منصاتنا. وأيضا هناك أمور أخرى بسبب طبيعة هذه القضية، أنه
خاصة استجابة للكوارث للمغتربين، وأنه أيضا يقومون باستخدام جميع أمورهم عن طريق منصاتنا والاستجابة لهذه الكوارث التي يمكن أن تكون يعني كوارث طبيعية أو كوارث اعتيادية، والاستجابة لهذه الكوارث خاصة بمشاركة المعلومات، رفع الوعي. أحد الأدوات التي نستخدمها في منصاتنا تكونه صعب أن تكون موجودة في أنحاء العالم، وهو أيضا خاصة من ناحية المساعدات المالية لجمع التبرعات، خاصة من هيئات وشركات أو منظمات مختلفة جدا في أنحاء العالم. ورأينا هناك أيضا دعوات كثيرة لجمع التبرعات، وممكن أنه ترون بعض المنظمات غير ربحية تشارك في جمع التبرعات، ورأينا الكثير من جمع التبرعات ومساعدات خاصة من ناحية تكون هناك مشاكل غذائية أو تكون هناك مثلا عصير كارثية أو أمور كارثية تحدث في الهند، لكن أيضا نقوم بمتابعة كيف أن المغتربين يقومون باستخدام آليات لضم أنفسهم ومساعدة أنفسهم بخاصة من ناحية الاحتياجات، والتواصل مع لاعبون مختلفون في هذا المجال في بلادهم أو في بلاد أخرى عندما تأتي الكوارث. ومن ناحية الاستجابة إلى هذه الكوارث هي ليست محدودة من ناحية استخدام المغتربين لهذه المنصات، هناك فرص عمل كثيرة جدا، ونعرف أنه أيضا القنصليات والسفارات تقوم باستخدام هذه المنصات لمساعدة المغتربين، من خاصة من ناحية المجاميع وأيضا المفوضيات، وخاصة للتوصل ومساعدة المغتربين في فترة الكوارث. وأحد الأمثلة في حكومة هايتي وسفارات الهايتية في جميع أنحاء العالم أنها قامت بالاستجابة إلى الكوارث مثل العصير وأيضا العواصف، ونعرف أن هذه القنصليات والسفارات هي تواصل وتتواصل بالتعامل مع المغتربين، وأن هذه الآليات والأدوات هي تستخدم بأفضل الطرق من أجل هذه الرسائل تصل إلى المجتمع المغتربين. فأنا شاركت ماذا تعني المغتربين والأمور الرقمية بهذا الموضوع، وأنا جزء من فريق السياسات الأفريقي، وأيضا لدينا منصات أخرى في جميع أنحاء العالم، وهناك فرق كثيرة في دول مختلفة من في أنحاء العالم، وهي الفرصة المهمة من أجل أن نفهم ما هي التحديات والفرص للسياسات الاجتماعية والبيئة داخل الدولة وأيضا عالميا ودوليا، ومعرفة السياقات والاتجاهات والتطورات التي تحدث التي لها دخل بالتكنولوجيا والأعمال التجارية أو التطورات والتنمية، وأيضا الأمور الأساسية من ناحية التعبير عن المشاعر والحريات. ومن هذا أنه يعطينا إشارة عن المشاركة والعمل مع المنظمات غير الحكومية والحكومات، وأن المغتربين أيضا هم الجهات المعنية المهمة، وأيضا معرفتهم بالمجتمع هو مهم جدا، المجتمع المدني حتى لو كانوا يعيشون في خارج دولة فهم يشاركون في أمور كثيرة اجتماعياً وأحياناً اقتصادياً وأحياناً أمور أخرى مختلفة، فإنه أصحاب المصلحة أهداف أنه السياسات العامة، ففريقي يعمل مع أصحاب المصلحة المغتربين العرب والأفريقيون وأيضاً الشرق الأوسط وخلال متى، و أيضا هناك فرق أيضا هناك مكاتب في الفلبين والهند
هناك أيضا خاصة من ناحية الاستثمارات في الدولة للمغتربين. وعملنا هو أن نستمع ونتعلم من خبرات وتجارب المغتربين ونحاول أن نقوم بتطوير آليات مختلفة للمغتربين لكي يستخدمونها في جميع أنحاء العالم. وعندما أفكر ماذا عن فريقنا وكيف نعمل هو توسيع وتصعيد هذه الخبرات والعمل للتأكد أنها آمنة وأنها مؤثرة وفعالة للمستخدمين وإلى جميع المستخدمين الآخرين لهذه القارات. فنحن نتابع ماذا سوف يحدث وماذا سوف نفعل مستقبلا وكيف ممكن أنه نجعل المغتربين في أمان وكيف ممكن أن نضمن ونتأكد أن المغتربين يفهمون ويعرفون استخدام هذه المنصات وأنه أيضا هذه المنصات ممكن تستخدم من جميع أنحاء العالم من مغتربين ومن غرباء ومن أي شخص ممكن أيضا يتابع أمور مختلفة جدا مثلا أمور خاصة بسلوك البشر. وجعلنا نتأكد أنه المغتربين كبقية المستخدمين أنه يفهمون معايير المجتمع وفهم المخاطر وما هي التي ممكن أن تنتهك هذه الحقوق والمخاطر وما هو الهدف والغايات خاصة تجاه هذا الموضوع من أجل أن لا تضلل وتستخدم بطريقة خاطئة. فالطريق الآمن لهذا الموضوع هو مستقبل شبكات التواصل الاجتماعي. ففي متى فيسبوك نحن قمنا بوضع برنامج خاص وفكرة أنها تكون تستخدم بطريقة افتراضية ورقمية ونحن نفكر أنه الأمور الرقمية أن تكون هناك مخاطر والمستخدمين في أنحاء العالم أنه قد لا تكون لديهم طريقة لاستخدام الإنترنت أو أنه علينا أنه نستمر بهذه الأمثلة من ناحية المغتربين من ناحية استجابة الكوارث ومشاركة الانتقال وتحويل الخبرات ونفكر كيف نستخدم هذا في منصة ميتا. فأنه هناك أرميني شاب أرميني أمريكي أنه استخدم السماعات للرأس وأيضا مشاركة تحدث مع الحفيد أنه جدته وعندما شارك هذه السماعات مع جدته التي استخدمت المعلومات وعندما وضعت السماعات على رأسها كان مضحكا قليلا. أنها امرأة مسنة وضعت هذه السماعات على رأسها لكنه أعطى إليها إحساس رائع جدا معلومات رائعة جدا عندما كانت هي في الكنيسة. وهذا يذكرنا كيف سيكون المستقبل لمنصة ميتا أنه نقوم بالحفاظ على هوياتنا وخبراتنا التي قمنا بمشاركتها مع المغتربين ونريد أن نؤكد أن المغتربين يقومون ببناء هذه الجسور عندما بنفس الوقت نقوم بصنع هذه الآليات والأدوات لمساعدة المغتربين في جميع أنحاء العالم. وأيضا أريد أن أنهي بكلامي بامتناني الكبير لمشاركتكم وخاصة إلى المنظمة الدولية للهجرة وأيضا إلى القمة العالمية للشتات GDS والIOM. وأيضا أنه في هذا المجال أن لدي امتنان كبير جدا إلى المؤسسات التي أيضا باستمرار مشاركة والقيادة في هذا القضايا أو هذه القضايا. أخيرا أود أن أكون ممتن جدا للنساء خاصة من الجنوب وأيضا من Global South وأيضا نحن معهم ونساعدهم وخاصة النساء من أفريقيا. أن عملكم رائع جدا وأنا سأبقى فخورة بأعمالكم. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى وأتمنى أن نستمع إلى المتحدث أو المتحدثة القادمة. شكرا جزيلا لك. هذا كان حديثا ملهما وأنا سعيد أن أكون في هذه الجلسة وأتعلم من كلامك وخاصة من القطاع الخاص. أنت غطيتي كثير من
المعلومات وقمت بتغطية أمور كثيرة جدا. أنا ممتن جدا، خاصة قمت بتجديد أو تسليط الضوء في العالم الرقمي، وهذا يؤثر على الحياة لاستجابة الكوارث التي تحدثت عنها. أنا معك بذلك، وأعتقد أنه أيضا عندما ضرب العاصفة بلدي كنت دائما أتابع الإنترنت، وأنت على حق أنه تسليط هذه الأمور والملهمة، وأيضا مشاركة خبرات الجميع خلال العالم الرقمي، وأيضا أخذ بعين الاعتبار أنه معرفة أنه الهوياتهم المرأة كيف تشارك. وأنت ذكرت المرأة الأفريقية من أي دولة على المستوى المحلي الإقليمي، وكل هذه الطبقات هي مهمة جدا. وأيضا تعلمت الأمور كثيرة على المستوى العالمي التي قمت بذكرها أيضا، من ناحية تطوير آليات منصات تسمى الدياسبرا المغتربين والشتات. وأيضا أنا أحببت الغرض التي أنت ذكرته، لماذا الأشخاص الذين يشاركون، وما هي الغاية لجمع الأموال مثلا أو أمور أخرى أو تحديد هوياتهم. كل هذه أمور مهمة جدا من ناحية مشاركة المغتربين. وأنا أيضا استمتعت من ناحية الشباب الذين يستخدمون الإنستغرام، فيسبوك، ليدرز، قيادة، هذا أيضا رائع جدا، كله معدل ومهم جدا. هذه هي طبعا مثل ألوان قوس قزح متنوعة على جميع المستويات والمواضيع التي ناقشناها. والغرض والغاية عن أنه المدافعة مهمة جدا، هناك حركات مهمة جدا أنها تتكاثر وتكبر على المساحات الرقمية، فشكرا جزيلا لك أنك قمت بتسليط الضوء على ذلك. وأخيرا الشيء الذي أريد أن أذكره، هناك منهج مشاركة الجهات المعنية المختلفة بتطوير آليات وأدوات، وأيضا وضع المغتربين في المركز، مهم جدا من ناحية هذه التطورات. والآن أخيرا أود أن أعطي المجال للمتحدث الأخير، وأنا سعيدة ومتحمسة جدا للاستماع لخبرته مباشرة من المنظمات للمغتربين. وأنا سعيدة أنه أقوم بتقديم الدكتور كومار، وهو أيضا مسؤول بمركز أيرلندا، وأيضا هذه مشاركة ناحية الثقافة للمغتربين. أحيانا لا نفكر بهذا الموضوع، لكنه مهم جدا، هذا يجعل مشاركة المغتربين مهمة جدا، وتواصل متواصل في هذه المجالات. شكرا جزيلا لكم مرة أخرى، أنا سعيدة أني تعلمت منكم. السيد كومار، المجال لك، تفضل. شكرا، شكرا لك على هذا التقديم. وأيضا بعد أن استمعت إلى الأمور التقنية والمتحدث، وخاصة أنه هناك أشياء مهمة جدا، وفقط تحدثت عن الأمور وتحدث عن الأمور المختلفة الأخرى للمشاركة للنوع الاجتماعي، من ناحية أيضا من ناحية المشاركة المغتربين في استخدام الآليات التكنولوجية والرقمية، وأيضا خاصة من ناحية المنظمة الدولية للمغتربين الذين يقومون ب متابعة هذه القمة العالمية للشتات. وأنا أشعر بفخر كبير جدا أن أكون جزء من هذه القمة العالمية للشتات. علينا أن نفهم بأنه الأمور الرقمية للمغتربين قبل أن نفهم خاصة الأدوات الرقمية التي تؤثر باستخدامها، وأيضا طريقة التعامل بها، أن هناك أشخاص كثيرون جدا استخدموا هذه المعلومات من دولة إلى دولة، وأيضا خاصة الشبكات الاجتماعية وعلى الإنترنت، أيضا هناك التأثير خاصة سياسات بين دولتهم المنشأ والدولة التي يعيشون بها، وأيضا هناك قضايا مختلفة جدا من استخدام الأجهزة الإلكترونية. كل هذه الأدوات التقنية
والإلكترونية مثل تيك توك وما شابه ذلك التي أتت قبل عقود. وأنا أتذكر عندما كنت عمدة في أيرلندا كانت هناك بعض المهاجرين والمغتربين مثل كانوا هناك أطباء وأيضا أشخاص من وظائف مختلفة ومجتمع متنوع وأنهم يشاركون ويتواصلون مع بعضهم البعض مع المغتربين في جميع أنحاء العالم. وكنا أيضا نجتمع جميع الأمور الخاصة بالأمور الدينية والسياسية والاجتماعية وأيضا متابعة أيضا جلب المجتمع لهذه المواضيع. وأيضا بعد ذلك أتى الإيميل من أجل أنه قمنا بتوصيل كل شخص بنقر على الزر مباشرة، وهذا يساعد أيضا التواصل. وأيضا من ناحية التكنولوجيا والتواصل المؤخرة ساعد الكثير من مشاركة المعلومات وأيضا شبكة التواصل الإلكترونية الرقمية للمغتربين، وهذا قام بتيسير وتوصيل احتمالات خاصة من ناحية الانتساب والتواصل. وعندما تكون هذه الآليات الرقمية تساعد المغتربين يكون شيء مهم جدا يسمح التواصل وأيضا المشاركة ورفع الوعي، وخاصة إغلاق هذه الفجوات التي يمكن أن تؤثر على حياة المغتربين. وأيضا هناك أمور أخرى خاصة بالفئات وأيضا الطوائف وما شابه ذلك، فهناك سياسة تغيير السياسات تكون سريعة جدا وترينا التضامن وأنه العمل وأيضا الارتباط القوي والعلاقات القوية فيما بيننا. وهذه الآليات التقنية جعلت القمة رائعة جدا، وأيضا هذه الأدوات الرقمية غيرت حياتنا وقامت بتغيير الآليات في جميع المجالات. وأيضا هو كما يحدث اليوم كما هو الهاتف الجوال التي أثر على حياة المهاجرين، وأيضا هذا أنه يساعد على إرسال المعلومات في حياتهم وعلى دول المقصد وأيضا التحويلات المالية، ويجعل المغتربين دائما على اتصال بعوائلهم في بلد الأصل وبلد المنشأ. وأيضا الأمور الأخرى التي يستخدمونها المغتربين بناحية الآليات الإلكترونية، وأيضا الحكومة الهندية هي تساعد بتطوير الأدوات التقنية. والدكتورة سيف أيضا أعطى معلومات عن هذه الآليات المتطورة الرقمية والإلكترونية. فأن الشتات الرقمي يحتاج إلى سياسات مختلفة جدا من قبل الحكومة وأيضا إجراءات مختلفة للحماية لعلاقات الحكومة وعلاقات البلد مع المغتربين لذلك البلد. ونحتاج إلى علاقة قوية جدا وأيضا مشاركة ميسرة للمغتربين من ناحية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. يجب أن يكون هناك برامج لدعم المغتربين للتواصل مع الدول المستضيفة وأيضا دول المنشأ، يجب أن يتابع ذلك الشيء خاصة مع الدولة المستضيفة وأنهم شركاء جدد. وأيضا خاصة من ناحية السياسات هي تكون رابحة للجميع وللجهتين، للدولة الدولة المنشأ والدولة المستضيفة. وأيضا استخدام التكنولوجيا والآليات التكنولوجية والرقمية، وجميع المنظمات هي تتواصل رقميا بمساحية الاجتماعات وتنظيم الأمور المختلفة خاصة المنصات الاجتماعية. هذه الأمور التقنية والتكنولوجية هي مهمة جدا، وخاصة هي قد تأثرت في فترة كوفيد-19، ولكنه أيضا المنصات الإلكترونية هي ما زالت نشطة وتستخدم من ناحية التواصل. كل شخص أنه شخصيا وأيضا انتفع
بهذه الآليات التقنيات الرقمية والإلكترونية. بنقرة واحدة معلومات ممكن أن ترسل بطريقة سريعة وسهلة، وجميعنا نعلم أن كل شيء له ثمن، وهذه التكنولوجيا والآليات التقنية أنه تجمع معلومات كبيرة جداً، وأيضاً المعلومات هذه هي مهمة خاصة من ناحية HSC في أيرلندا، وحدثت أيضاً مع NHS في المملكة المتحدة، وهذا المعلومات المضللة أيضاً تؤثر جداً في بعض الحالات، أنه ممكن أن تستخدم في مجالات مختلفة وطرق مختلفة. الإرهابيون يستخدمون هذه الآليات أيضاً لأجل أجنداتهم، وأيضاً هناك استخدامات أخرى تجاه هذه الجرائم. وأيضاً هذه الآليات التقنية الإلكترونية هي مفيدة جداً للمغتربين والمهاجرين، وأيضاً مشاركة الفوائد للمزايا والعيوب أيضاً. شكراً جزيلاً لكم. شكراً دكتور كومار لتسليط الضوء كل منافع هذه التواصلات في جميع أنحاء العالم، استخدام هذه الآليات وكيف ممكن المغتربين أنه يستخدمون هذه الآليات. أعتقد أنها هي آليات متطورة جدا. أود أن أبدأ، لدينا 20 دقيقة، ومن أجل أنه تكون أكثر تفاعلية رأيت بعض الأسئلة هنا، وسوف أعطي المجال إذا أنتم ترغبون بأنه أصواتكم ممكن أنه تغلقونها. فهل ممكن أنه سيد كومار أنه إذا ممكن أنه تفتح الصوت ولا تغلقه، وبعد ذلك أنه نعم. شكرا سيد كومار ودكتور سعيد. شكرا لك لاريسا، وشكرا لكم لمساهماتكم اليوم. أنا بنفسي كنت من ضمن شالي وقت في الخارج لمدة 9 سنوات، وعدت منذ فترة وشيسة، ولكن يهمني أن أعرف دكتور كومار، عندما ذكرت تأثيرات الجالية على تغيير السياسات وكيف يرتبط ذلك بالسياسات في دولة المضيفة أو دولة الأم، كنت أتساءل إلى أي مدى صوت الجالية مسموع في دولة الأم. فيبدو أنهم أن الجالية تزال من هذه من الأرض، وأنا أتساءل إذا لدى أي منكم أي معلومات حول هذا الموضوع. شكرا. شكرا جزيلا لطرحك هذا السؤال. أنا بالطبع أشعر أنه يمكن أن يغير السياسات، وأنه يغيرها بالفعل. فنحن يمكننا دائما أن نعمل على هرمية لما لم تكن موجودة في السابق، ولكن هناك جالية كبيرة يمكن أن يكون لها تأثير سياسي أيضا على الوضع. ما قمنا به في إيرلندا في السابق مع سياسينا المحليين، فلم نكن نعرف مع من نتواصل وأين وكيف. وأنا كنت أنظم اللقاءات مع السياسيين المحليين وأشخاص من الجالية المحلية، وكنا نحاول التواصل، وكان الأشخاص يتحدثون مباشرة مع الوزراء والسكرتارية، وحوالي 80% أو 90% منهم كان مختلفا، وبالتالي ساعدنا بذلك، وكان أيضا الأشخاص سعداء بهذه الإمكانية وبتمكن من التواصل وحل المشاكل. وفي الوقت عينه في هذه الدول يمكن لهذه المنتديات أن، كما سبق وذكر سمير، أنها في الأوقات الطبيعية يمكن لها أن تؤثر وأن تعتمد
طرق لتغيير البيئة وتغيير الوضع ويمكن إرسال التحويلات التي قد تكون مفيدة للغاية للدولة الأم. وهذا نوع من الأمور يمكن أن يراها الشخص ليدرك أنها مرتبطة بهؤلاء. ولكن بعض الاحتياجات سبق وذكرتها بحاجة إلى سياسات دولية وبحاجة إلى أن تأخذ وضع قانوني أكبر لنعمل عليها في دولنا أيضا. شكرا. إذا أمكن أن أضيف إلى النقطة التي أشار إليها دكتور كومار، يعتمد جزء كبير من هذا الموضوع على سياسات، وإذا كانت هذه السياسات لتحفيز هذا الالتزام أم لا، ففي بعض الحالات نرى الجاليات تعمل حول الفرص، إيجاد فرص عمل، وهي تعتمد على البيئة ورغبة الحكومات بفتح أبوابها، وعدد كبير من الحكومات يريد ذلك، إضافة إلى تحديد نقاط الالتقاء. فهناك عدد من الأمثلة للجاليات التي تعمل من خلال المناصرة على ذلك، فأنا أعتقد أن هذا العمل صعب وهو يعني الكثير. فهناك مختلف أنواع السياسات، المسكن والصحة وغيرها، والنقاط الاقتصادية مرتبطة بإيجاد فرص عمل والاستثمار وإلى هما هنالك. وبالتالي إن الحديث عن سياسات الفرص أمر صعب للغاية، ونحن قد عملنا على سياسات تستهدف تحديدا هذا ولتحسين سياسات الجاليات. أعتقد أن التحدي سوف يكون دائما مع جاليات لأنها لا تسكن في البلد الأم. في حالتك لقد عدت وهذا أمر رائع، ولكن الجاليات ليست قادرة على العودة في غالب الأحوال كما تنشأ ذلك، وبالتالي تعاني صعوبات شمة. ومع مرور سنوات عملت مختلف الدول والحكومات على هذا الموضوع. شكرا جزيلا. لدينا عدد كبير من الأسئلة في الدردشة، سوف أعطي الكلام بسرعة لدكتور راسل مارتن راسل ليطرح سؤاله. أعتقد أن هذا أمر أسهل. أهلا بكم. أنا أعتقد أن النقطة الأساسية هي التزام الجاليات والتي تبادرت بفعل الواقع الإلكتروني للعالم. فكما تعلمون أن هناك الكثير من الضغط وطلب من القطاع الخاص ليكون أكثر فعالية. هل ترون ذلك أم أن هناك فرص، وكيف يمكننا أن نتحدث عن هذه الفرص؟ فنحن بدأنا بأن نشهد أن هناك حوار أكبر حول هذا الموضوع بفعل الأدوات المتاحة. سعيدة برؤيتك مارتن وبسماع سؤالك. أعتقد أن طريقة تركيز متى على الجاليات هو أن نفهم واقع المستخدمين وخاصة في الشرق الأوسط وتركيا. هذا الأمر شبيه لإيباك، وهناك عدد كبير من الجاليات التي تتواجد معا، وأنا أعرف أن متى تعمل على الجاليات. وهذا فعلا كيف نرى ونفهم المستخدمين لدينا ووجودهم في هذا العالم. وأعتقد أن التكنولوجيا هي على الأرجح، وسوف تحب هذا مارتن. لقد أدركت منذ فترة عندما بدأت العمل في متى، فأنا بدأت وعملت في الجزء الأكبر في القطاع العام، وانتقالي إلى القطاع الخاص كان مفاجئا. ولكن أعتقد أن هناك
بعض الصناعات المرتبطة بشكل كبير بوضعنا. وهناك بالنسبة للصناعات حيث نتحدث عن الاتصالات التي فهمت كيف نريد أن نقوم بالاتصالات البعيدة وأيضا السفر والمطارات. لقد فهمت صناعة السفر أننا نعود إلى دولنا مرتين أو ثلاثة في السنة إضافة إلى إرسال التحويلات والفينتك أو المؤسسات هي تترك Western Union ومونيغرام تترك ذلك العمل. لا أعرف ما هو وضع باقي الشركات في هذا المجال، ولكن نظرا لحجم ووسع هذا المنتج من الأساسي أن أعمل عليه. فكأفريقية أنا أمريكية، ولكن أنا أعرف عن نفسي أنني إريترية، ولكنني لا أعيش في إريتريا وليس لدي خبرة من يعيش في إريتريا، وبالتالي أنا أتصرف مثل أمريكية من الجالية الخارجية، ولكن لدي تركيز أمريكي. من جديد الموضوع مرتبط بتعقيدات الجاليات، وهي التي تؤكد أو تؤثر على سلوكنا. فما قد يصح لشخص في دولة ما قد لا يصح لشخص آخر في دولة أخرى، ولذلك نحن نركز على أفراد الدايسبورا أو الجالية، فهذا يتعدى ما يمكن للمستخدم العادي استخدامه، فقد يكون أساسياً وينقذ حياة الجالية. فنحن لا نرى المستخدمون كعملاء، وإنما نعتبر أن هذه خبرة لمدى الحياة وعلاقات، وهكذا نريد أن نوسع الأمور. شكرا لك سمار لهذه الإجابة. لدينا سؤال آخر أعتقد أنه موجه لك أيضا من ساندرا بولوس، إذا أردت الإجابة عن السؤال. نعم أنا ساندرا وأنا من الهيئة السويسرية للتعاون. شكرا لهذه العروض الممتازة. ونعم لدي سؤال للسيدة سمار. من الجميل أن نرى الفرص المختلفة والأسباب التي تحث الجالية لاستخدام ميتا، وقد طرحت أيضا مخاطر استخدام هذه المنصات، وهذا تحدي بحد ذاته، وبالتالي كنت أتساءل كيف تدعمون المستخدم كدايسبورا وجالية تحديدا لتبديد هذه المسائل والارتباط بالمنصات الرقمية. نعم هذه مسألة كبيرة جدا بالنسبة لنا. إن المعلومات الخاطئة هي أساسية بالنسبة لنا، وحماية المستخدم أساسي بالنسبة لنا، ولكن في موضوع الجاليات هذا أمر مهم أيضا. فما يذكر ليس فقط للشبكات المحلية وإنما هو عالمي بشكل طبيعي، وبالتالي إن تبديد المخاطر حول الإساءة وسوء الإعلام أساسي، ولدينا مجموعات تعمل على مكافحة هذا الموضوع وضمان أن السياسات بالواقع منطقية ويمكن أن تحمي خبرات المستخدمين، وبالتالي نحن نعمل بالتماس لتقييم موقف الشركة والتحديات والمخاطر. ثم ثانيا نحن نعمل أيضا مع المستخدمين لنساعدهم ليفهموا ما يمكن أن يقوموا به لمكافحة المعلومات الخاطئة ولعدم نشر وتعزيز هذه المعلومات. ربما ترون في بعض الأوقات معلومات على فيسبوك الخاص بكم قد تبرز أو تقول إذا أمكن أن تريدوا المعلومات حول كوفيد-19 يمكنكم الضغط هنا. هذه أمثلة مؤتمتة، ولكن نحن نقضي الكثير من الوقت مع الجاليات لنشرح ما هي المعايير المعتمدة والسياسات التي نعتمدها والحدود المقبولة
وهذه المعايير تغطي النطاق العام للخروقات. نرى بشكل كبير أمور صعبة للغاية على المنصة، نريد أن نبعدها أو نزيلها عن نظامنا. وبالتالي بالنسبة للأجليات نحن نعلمها السبب، مثلا إزالة أو معاقبة صفحة ما والحد من قدرة النشر. عادة هناك طريقة لفهم هذه الأمور، وبالتالي نحن نتحدث عن تقرير طوله 72 صفحة، ولكن في فرقنا نحن نجلس مع الجاليات ونعمل بشكل كبير لترجمة أيضا هذه المعايير إلى مختلف اللغات. فنحن ندرك أن الجاليات لن تنشر فقط بالإنجليزية أو في باللغات الخمسة المقبولة في الأمم المتحدة، وإنما في لغاتها المحلية. ونحن نعمل مع الجاليات الأساسية في مختلف أنحاء العالم لنتأكد أنه يمكن للأشخاص أن يفهموا الكلام بلغتهم الأم. من خبرتي مع الجاليات الأفريقية، تنشر الكثير من الجاليات بلغتها أو بلغة مشتركة بين اللغة المحلية واللغة الإنجليزية مثلا. بما أنني في الولايات المتحدة، النقطة الأخيرة هو أننا نعمل أيضا مع منظمات الجاليات التي لديها شبكات ومنصات لنشر هذه المعلومات. وبالتالي للمنظمات التي تريد تعزيز مكافحة المعلومات الخاطئة والبقاء على هذه المنصات، نحن نقوم بشراكات دائمة، وهناك فرصة لنساعد على هذا الموضوع. شكرا لك لهذه المواضيع الأساسية حول الحوكمة الرقمية. لدينا الكثير من العمل لنقوم به كل من منظمته وموقعه، ونحن هنا لنستمع إلى هذه الخبرات. شكرا جزيلا لذلك. سوف أعطي الكلام لدكتور تشارلز السانسي الذي انضم إلينا. لديك الكلام، لك الكلام. شكرا جزيلا لهذه الجلسة، وشكرا لكم لعرضكم هذا الموضوع. شكرا لك سمار لهذا العرض الرائع لالتزام الجاليات. بالطبع لقد قلت كل ما يمكن قوله. أنا من سيرا ليون في غربي أفريقيا، وأنا في سويسرا منذ 18 سنة، وأعمل في العديد من الدول في أفريقيا وفي مختلف الأماكن والقارات. عادة هناك ما يحث الشخص على العمل، أكان خبرة خاصة أو العائلة التي تحث الشخص للعمل ضمن جالية أو الاستماع إلى عرض مميز مثل هذا. وبالفعل نحن لدينا الكثير من المجالات، فأكثريتنا تدرك الجهتين وطرفين. عادة ما يقال أن من يمكنه أن يساعدكم هو على اكتشاف بلد ما هو من يعرف الأرض بشكل جيد. ونحن فيما يتعلق بإلتاليا، نحن نعمل دائما ونعرف كيف يمكننا أن نساهم ونساعد، أكان ذلك جسديا أو فرديا. فأنا كنت في مختلف الأماكن في أفريقيا والعيادات المتنقلة، وعادة ما نحظى بالكثير من الفرص، والسلطات السويسرية تعطي الكثير من المجالات للعمل. على سبيل المثال، المنتدى السويسري الأفريقي في الكثير من البرامج، وخاصة عندما برزت جائحة كوفيد،
مع الاعتراف بالسلطات الجاليات وأهميتها. وأكثرية الدول المضيفة قد رأت أهمية ذلك. أنا يوم الثلاثاء المقبل سوف يمكننا أن نرى كيف نعمل وكيف يمكننا الالتزام والمساعدة. وأنا سعيد للغاية بحضور هذا اللقاء والذي يعطي لنا منصة خاصة مع منظمة الهجرة الدولية. وسؤالي المختصر أيضا هو استخدام السفارات وطريقة تفاعلها مع الجاليات والوصول إلى الجاليات. وأنا أعتقد أننا نعمل مثلا في سيراليون ونعمل على طلب الجاليات ونحن أنه يمكننا أن نقوم بالكثير. وعلي أن أقول ما يمكننا القيام به لتحسين وتقوية هذه المبادرة في سيراليون. فهناك مجالات موجودة في كل أنحاء العالم، وبالطبع أنا لن أكثر الكلام، ولكن أنا أنظر إلى هذا الوضع بشكل أساسي. شكرا لهذه الفرصة. شكرا لك دكتور سانسي. أعطي الكلام لدكتور سعيد الذي وافق على الاستجابة لهذا السؤال. شكرا لك دكتور للإجابة عن هذا السؤال الأساسي. وهنا أتحدث كقنصل عام سابق في دول أساسية لجالية كبرى، والعمل الأساسي هو بتواصل مع مجموعات مهنية والعمل لسنوات لإجراءات وتوفير المعرفة العامة. ما نقوم به عادة بالعمل مع المهندسين والأطباء ورجال الأعمال، إذا أردنا إعادة فرض ذلك والعمل معهم والتعلم منهم وأخذ المقترحات حول الأفكار المقترحة والتركيز على خبراتهم. وفي بعض الحالات حيث يمكننا أن نرى ما هي الإمكانيات المتاحة في الأبحاث والعلوم والتكنولوجيا مثلا أو الأمور الأكاديمية، ثم نشجع الذين يعملون في الجاليات. أنتم على حق أنه منذ أنتم العمل أصبح من السهل. العمل ونحن نشجع كافة السفراء والقناصل العامين على السفر والانخراط والتوجه إلى مختلف الأماكن، ونحن نتوقع منهم أن يعملوا ويتعلموا حول هذه المهارات. وفي بعض المجالات تكون هناك أمور إيجابية، وهذه المهارات تكون في بعض الأحيان غير متوفرة إلى أن تتوجه إلى الأشخاص. على سبيل المثال يعمل أحد الأطباء في الولايات المتحدة على أبحاث خاصة للعمل، وفي حال هذا التواصل لن يكون هناك إدراك لهذا النوع من المواهب الموجودة والمتاحة. وبالتالي نحث السفارات والقنصليات للعمل على ذلك
ولتحفيز الجاليات. شكرا. شكرا جزيلا لك لإجابتك ولهذه الجلسة المهمة. لقد تعلمت الكثير منكم ومن الجميع أن يكون هناك حوار فاعل وإيجابي مع كل المعنيين. أود أن أشكرك قبل أن أعطي الكلام للدكتور سعيد للملاحظات الختامية. أود أن أشكركم جميعا وأشكر حكومة إيرلندا التي ساعدت في هذا العمل بجمعنا اليوم. وبذلك أعطيك الكلام دكتور سعيد للملاحظات الختامية. شكرا جزيلا لك دكتور لاريسا لقيادتك جلسة بفعالية كبيرة. أود أن أشكر حكومة إيرلندا لتنظيم هذه الجلسة الأساسية، وبالطبع سوف نتشوق لمتابعة الجلسات المقبلة. لقد سعدت بالاستماع إلى كلمة السمهات حول وجهة نظر فيسبوك وكل الأدوات، وأنا نستخدمها لنبقى على اتصال بجالية خاصة في خلال جائحة كورونا، ونفهم أهمية منصات التواصل الاجتماعي واستخدام هذه الآليات والتواصل مع الجاليات. وبوجهة نظر الجاليات أنا أيضا أقدر الدكتور كومار الذي أعطانا وجهة نظره حول طريقة تواصل الجاليات، ومعا أشعر أنني مهتم كثيرا بهذا اللقاء الذي والحديث الذي دار بيننا، وفيه نقاط إيجابية للجمع بين القطاع العام، وكيف يمكن لهذه المجموعات أن تكون مشمولة، ونتشوق لمتابعة هذا النقاش بداية الأسبوع التالي. شكرا لكم جميعا تنضمون لهذه الجلسة وأتيتم بنتائج إيجابية. شكرا.